بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. النهاردة الجمعة الموافق 14/8/2020، استلمت أنا الدكتور طارق محمد صبري عبد الوهاب مكيل مديرية أوقاف القاهرة عدد 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. المديرية أعدت خطة لتوزيع هذه الحصة على الإدارات الفرعية على 8 إدارات من الإدارات الفرعية من إدارات مديرية أوقاف القاهرة. والمديرية قبل كده كانت قد استلمت 9 طن من لحوم صكوك الأضاحي، والنهاردة 3 طن، يبقى العدد الفعلي اللي استلمته المديرية حتى الآن 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الحمد لله تعالى، وصل اليوم إلى مديرية أوقاف المنوفية الجمعة الموافق 14/8/2020 الرسالة الثانية من لحوم الأضاحي، وقدرها 3 أطنان من اللحوم، وذلك لتوزيعها على المستحقين بعزة وكرامة. وقد قامت المديرية بتشكيل لجنة للإشراف على التوزيع والحضور الشيخ رمضان فرحات السبكي مدير عام الدعوة، فضيلة الشيخ كمال عمار رئيس شؤون القرآن الكريم، وباقي الأعضاء المكلفين من قبل المديرية للحضور والإشراف على التوزيع، وبحضور فضيلة المفتش العام فضيلة الشيخ خالد عبد السلام للإشراف ومتابعة التوزيع بنفسه على الإدارات. ويكون التوزيع تطوعا لله عز وجل حتى تصل هذه اللحوم إلى المستحقين وبيوتهم بكل عزة وكرامة، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. في هذا اليوم المشهود، في هذه اللحظات المباركة، تصلنا أول رحلة إن شاء الله في مشروع صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف لمحافظة البحيرة اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر أغسطس عام 2020. وإن شاء الله وبإذن الله ستعمل المديرية بكامل قوتها وبكامل أفرادها على أن تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها إن شاء الله، وستعمل المديرية جاهدة على أن تصل هذه اللحوم إلى كل من يستحق حتى ولو كان في البلاد النائية، ونعمل جاهدا إن شاء الله لخدمة مصرنا الغالية، حفظها الله وحفظ جميع شعب مصر ورئيس شعب مصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلت الآن الجمعة 14/8، القافلة التي تحمل لحوم الأضاحي، لحوم صكوك الأضاحي، وهي الدفعة الثانية التي دفعت بها وزارة الأوقاف إلى محافظة دمياط. الآن نستلم إن شاء الله 2 طن، واستلمنا من قبل 2، يبقى الحصيلة حتى الآن في أسبوعين متكررين 4 طن وصلوا إلى محافظة دمياط، وإن شاء الله معانا جميع الإدارات الفرعية سيتم توزيع اللحوم الآن إن شاء الله على الأسر الأولى بالرعاية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كاري فتحي فرحات سيد الشيخ أحمد وزارة الجملة. تم وصولي الطرفية 3 طن لحمة صكوك أضاحي بإجمالي 150 كرتونة، تم الوصول الحمد لله. اليوم الجمعة 14/8/2020 تم استلام عدد 3 طن لحوم أضاحي، وفي الجمعة 7/8 تم استلام عدد 2 طن. هذه اللحوم نقوم بتوزيعها من خلال السادة مندوب الإدارات على مستوى المحافظة. معكم عطا بسيوني مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.